في دراسة عملها المركز القومي للبحوث الاجتماعية بيقول إن تدخل الأهل يأتي في المرتبة الأولى في الانهيار المبكر للأسر، وإن السبب للطلاق هو تدخل أهل الزوج أو الزوجة في شؤون الأسرة، وإن 38 من الأسر المنتهية بالطلاق بتعيش في منزل العائلة أو أسرة أيوة التوجيه. يا سوسو، عارفة ليه؟ عشان نرجع تاني، المشكلة مش في إن الولاد حكوا، المشكلة في طريقة إحنا كأولياء أمور وأمهات وأبواب بنتدخل إزاي. هو دي الرسالة اللي إحنا عايزين طيب نقولها انا متفقه النهاردة. معاكي، أنا بس كأم عمري في حياتي ما ههدى طول ما أنا شايفة عيون بنتي حزينة ولا إن بنتي فيها حاجة غلط، هفضل زي كده ماسكاها في إيه في إيه، أروح لها وأجي لها وأتصل في التليفون وأبعت مسج. إحنا كل الأمهات كده الحقيقي. إيه طيب، الناس أنا بتبعت النهاردة لنا بنتي، رسائل بتقول لنا اتأخرتوا ليه وليه إحنا ما آسفين، طلعتوش وليه. إحنا النهاردة لازم نواجه الموضوع. احنا عايزين ولادنا يحكوا لنا، اه عايزين ولادنا يحكوا لنا. احنا عايزين نطمن عليهم، اه عايزين نطمن عليهم. عايزين نخرب عليهم؟ لا مش عايزين نخرب عليهم. طيب يبقى احنا محتاجين ان احنا بس نتعلم ايوه فن نتعلم ان طريقة انا اسمع المشكلة وافكر واتعامل صح بدون ما انا ابقى الناس بقى اللي بتخرب وتخش. عارفه اللي بيحصل ايه يا سوسو؟ اللي بيحصل النهارده بنتي تيجي، ما مش بنتي انا يعني، بنت تيجي تحكي لمامتها جوزي ضربني. ضربك؟ ده ابوكي الله يرحمه عمره ما مد ايده عليكي. ده ما وتروح بقى تسيب وتسكت، وبعدين تجيب يجي تقابل جوز وانت ازاي تحط تمد ايدك على بنتي؟ طب تخيلي، ومن هنا بتحصل مشكلة. تخيلي نفسك مكان الزوج طبعا اللي حاسس ان هو عريان طبعا قدام ليه حماته. حق، طيب يبقى هنا ليه احنا حق يتضايق. محتاجين الام والاب ايوه يديروا غضبهم ايوه ويبقى عندهم ثبات انفعالي. ده علم وده فن ودي مهارة وحاجات معتادة وبتكتسب مش في يوم وليلة، محتاجة شغل عليها كتير جدا. وكمان البنت والولد يعرفوا يحلوا مشاكلهم ويديروا مشاكلهم بدون نوعية تدخل الأهل. المشاكل اللي ينفع تتحل ايه، ونوعية المشاكل اللي لازم يتدخل فيها الاهل بعقل ايه. يعني انا النهاردة لو هم اتخانقوا على ان هو غيران عليها ولابسة فستان قصير وهو مش عايزها تلبس قصير، روحوا يخبطوا هما الاتنين راسهم، انا مش هتدخل. لو هو اتخانق معاها النهارده ان هو كان طالب ان هو يتعمل له اكل وجي من الشغل ما لقاش فيه اكل فاتخانق معاها، انا مش هتدخل. لو هو اتخانقوا في ان ازاي تتاخري وانا قايل لك ان انت بقلق عليكي فلازم تكلميني، انا مش هتدخل. لكن اتدخل امتى؟ اتدخل لو بنتي جت قالت لي ماما انا محتاجه فلوس منك عشان هو ما بيصرفش، فابتدي انا اخد بالي. ماما انا هتتدخلي حاسه، هنا تعملي ايه؟ استنى بس، ما انت ممكن تعملي كارثة اكبر. هتتدخلي هنا تعملي ايه؟ التدخل لا تدخلي مختلف عن تدخل اي حد تاني. اولا هجيب يعني اكيد 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 هسال وهعرف هو معاه فلوس ولا لا، يعني ده اول حاجه. عرفت ان هو معاه فلوس؟ لا بقى ها عرفت ان هو معايا فلوس، ها دي حاجه تانية. انا يعني لسه ما فكرتش هعمل ايه، بس اكيد هعمل مصيبه. بس ايه لسه المصيبه مش بصي هعمل مقرراها. مصيبة، يبقى ليه ندخل المصايب؟ بصي ما هو برضو كل واحد خلي عنده بالك طاقة من التحمل. يا سمير، لما انا ينفذ النهارده طاقته ولما تنفذ طاقتها ويبقوا خلاص، هنا يتدخل ينفذ الأهل. طاقة بنتي على لكن رجل بخيل هي جاية تستلف وهي مني أي فلوس؟ على فكرة البخيل بيبان من أول لحظة، لا والله العظيم ابدا، والله بيبان ده من بقى أول ده لحظة. غيروا طريقتهم جدا جدا، بقوا بيدي يدي 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 عشان يجيب الفريسه وبعدين يبتدي يتعامل بطبيعته. صدقيني الدنيا اتغيرت. انا النهارده مش هقدر اقعد كل ساكته. الناس عندهم مهارة الكذب. لا ازاي كل الناس عندهم، معظم لا لا الناس